السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. بأمل نصرة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف بكل آية نقرأها في الوقت القادم، ها نحن وإياكم في آية وبيان عن فضل سورة النازعات. روي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قرأ هذه السورة، أي من قرأ سورة النازعات، أمن من عذاب الله تعالى وسقاه الله من برد الشراب يوم القيامة، ومن قرأها عند مواجهة أعدائه انحرفوا عنه وسلم منهم ولم يضره. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها
إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العلي العظيم. وختاما، لا بد للأمر من صاحب. وإن كنا نقرأ القرآن فالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف يطبقه، وإذا لا نستطيع أن نكون مثله فعلينا السعي، ومن الله التوفيق. إلى اللقاء.